السلام عليكم. نبدأ اليوم المحاضرة رقم 14 والمحاضرة التانية في الإكسل إن شاء الله. بس قبل ما ندخل على الإكسل، في كام حاجة بس حابب أوضحها في برنامج الوورد للناس. كذا حد سألني عليها برضو، هسأل هجاوب عليها تاني النهاردة إن شاء الله. بداية كده، قبل ما أبدأ في أي حاجة، في أي حد عنده أي سؤال بخصوص الوورد؟ أي سؤال بالنسبة للتابات؟ احنا شرحنا التابات كلها. لو في حاجة واقفة مع الناس انا ما شرحتهاش، يقول لي عليها هشرحها تاني دلوقتي. انا جيت عملت هيدر زي ده اهو، تمام. كتبت فيه مثلا ايا كان الاسم اللي كتبته، تمام. خلاص، انا خلصت شغل وخلصت كتاب وعايز اطلع منه، هدوس على حاجه اسمها كلوز هيدر اند فوتر اهو. طيب انا عايز الغيه خالص، بعمل له ايه؟ بمسحه كده، مسحته. وبعد ما امسحه بدوس على كلوز هيدر اند فوتر، بس انا كده لغيت الهيدر اللي انا عامله، وهكذا في الفوتر برضو. قصد حضرتك على مهندسة علا؟ كان قصدك على دي ولا على حاجة تاني؟ ازاي موجود هو فاضي؟ هذا هيدر ودي فاضي، هيبان ازاي ولو هو فاضي؟ انا لو دوست كلوز فين؟ مفيش، هو فاضي مفيش حاجة اصلا، ازاي هيكون موجود؟ اهو انا خليته فاضي، اهو دوست على كلوز مش موجود. طيب جربي تاني برضو، لو في اي مشكلة برضو بعتيلي سكرين او ابعت على الجروب سكرين على اللي بيظهر معاك، تمام. هو بس في الهيدر والفوتر، ادي الهيدر، ومجرد ما يبقى فاضي وادوس على حاجه اسمها كلوز هيدر اند فوتر، هو كده خلاص كده كانه مش موجود، تمام. في الريفيو في حاجه اسمها الشيك اكسسبيليتي، اللي هي ايه؟ تحسين امكانيه الوصول. تحسين امكانيه الوصول دي بتعمل لي ايه؟ دي بتبحث لي عن الايرور والورنينج والتابس، بتبحث لي عن اللي هو التحذيرات، وبتبحث لي عن الاخطاء اللي هي داخل المستند. ممكن اجيبها برضو تاني من تاب فايل ومن انفو، اختار حاجه اسمها تشيك فور ايشوز، اللي هو يعمل لي فحص للقضايا اللي عندي، واختار حاجه اسمها التشيك اكسسبيليتي. فبيقول لي نو اكسسبيليتي ايشوز، معناه ان المستند بتاعي ما فيهوش اي قضايا او اي اخطاء او اي تحذيرات هو ممكن يحذرنا عليها. يعني هي ما فيهاش حاجه، يعني هي مجرد للعلم يعني، تمام. في حاجه انا اسمها الهايد انك. ايه معنى الهايد انك؟ الناس فاكره كنا خدنا تابه اسمها درو، تاب اسمها درو، دي في 2019، مش هتكون في 2016. انا اللي عندي ده 2016 بس مش موجود في الدرو. تمام. جيت مثلا انا بوريها لكم في 2019، الناس تجرب مثلا، جيت تكتب، انا لو جيت هنا اكتب اي حاجه ورحت من تاب درو ورحت شخبطت على كلمة ميديا او رسمت على كلمة ميديا، اول ما ادوس على حاجة اسمها، هي موجودة في تاب ريفيو، اول ما ادوس على حاجة اسمها هايد اي ان كي اللي هو انك، بيعمل لي اخفاء للدرو اللي انا عملته، بيخفي لي الدرو الرسم اللي انا عملته، يخفي لي الرسم اللي انا عملته. هاجي اوريها لكم في 2019، تمام. وقلنا هنا الفرق ما بين التلاتة ان اللينك اللي هو ارتباط تشعبي،
البوك مارك إشارة مرجعية، كروس ريفرنس اللي هو الإسناد الترافقي، والتلاتة واحد، يعني التلاتة مفهومش أي مشكلة، تمام؟ وشرحتهم قبل كده في محاضرة لوحدهم، أخدوا معانا حوالي تلت ساعة يعني، تمام؟ تمام. إيه تاني؟ إحنا ما شرحناهمش، إحنا يعتبر شرحنا كل ده. تمام، دي كل الحاجات اللي كانت في الوورد، وزي ما قلنا تاني هقعد هعيد تاني على بالنسبة للوحدات من ادفانسد. من ديسبلاي هختار حاجة اسمها الشو ميجرمنت ان يونت، بختار من هنا الوحدة اللي انا عايزها، بختار من هنا الوحدة اللي انا عايزها. طيب ده بالنسبة للحاجات الأخيرة اللي كانت في الوورد. بالنسبة مثلا أنا جيت عشان أرسم غلاف كتاب أهو، عملت غلاف زي ده، رحت نسخت مني نسخة تانية، انا حددت ده، يبقى كده ادوس كنترول واحدد الشكل التاني، وافضل داس على كنترول واحدد الشكل التالت، رحت مثلا على فورمات ودوست على جروب، ايه اللي حصل؟ اهو بيجي كلهم كأنه صفحة واحدة، بيجي كلهم كأنهم صفحة واحدة اهو، حرك فيهم زي ما انا عايز. يبقى ازاي عملتها؟ وقفت على اول شكل ودست على كنترول وحددت الشكل التاني، وافضل داس على كنترول زي ما انا وادوس على الشكل التالت، واروح على جروب اختار جروب، تمام. انا عايز اخلي الشكل الثلاث اشكال اللي انا عملتهم دول كانهم جروب واحد، كانهم مجموعه واحده بيتحركوا مع بعض، بحدد على اول شكل وبعد كده بدوس على كنترول واحدد تاني شكل، وافضل زي ما انا دايس على كنترول ما اشيلش ايدي من الكنترول واحدد تالت شكل، اروح على فورمات من فوق هختار حاجه اسمها جروب، جروب، او كليك يمين على الشكل واختار جروب، فايه اللي بيحصل؟ بيجوا كلهم كأنهم شكل واحد. لا ما هو انت الجروب لو عايز تعمله يا اما تعمله الاشكال مع بعض يا اما الصور مع بعض وهكذا، لكن انت تعمله متنوع فعلا هتلخبط معاك، لازم الحاجات اللي هتعمل لهم جروب يكونوا من نفس النوع او من نفس التابع، يعني مثلا هتعمل جروب لشيبس لسمارت ارت مش عارف ايه لبيكتشر، لازم يكونوا كلهم واحد، كلهم من نفس النوع. يعني تعال تعال كده جربت معاك اهو، واخد صورة زي كده اهي كمثال، يعني خليها قلنا بيهايند تكست او ثرو، طيب رحت حددت ده ورحت حددت معاه الصورة، لو دوست على
جروب. طب ما هو برضو حصل معايا يعني. بص، لما جيت خليتهم كجروب واحد الصورة برضو اتحركت معايا. هو لما بيحصل لخبطة في الحالة دي، انا عايز اقول لك ان البرامج الاوفيس دي ساعات كتير بيحصل فيها لخبطة، بتكون شغال في حاجة ورغم ان هي انت عامل كل الخطوات صح، في الحالة دي بقفل البرنامج وبشغله تاني بلاقيها عملت معايا. تمام. التحميل الزايد على البرنامج بيخلي البرنامج معاك بيقف، او في نفس الوقت تحاول على قد ما تقدر طالما انت شغال على الوورد ما تفتحش كذا برنامج في نفس ذات اللحظة. لو فتحت برامج كتير تحت في الشريط اللي من تحت ده، شريط المهام اللي هو التاسك بار، لو فتحت كذا برنامج من تحت هتلاقي الوورد ساعات بيجي وبيعلق معاك كتر ناس على قد ما تقدر. لو شغال في حاجة معينة، شغال في الوورد مثلا، على الأقل مثلا أفتح الوورد والإكسل، لكن لو جيت أفتح برنامج تاني مثلا تالت رابع خامس سادس هتلاقي الجهاز نفسه تقل معاك. فكتر تشغيل البرامج في آن واحد في نفس ذات اللحظة هيوقف معاك الشغل اللي أنت عامله. تمام. انا كنت طلبت من الناس السؤال في الشيت بتاع الاكسل ان هم يعملوا لي حماية للشيت وحماية للمستند ككل من بره. كنت محتاج بس الناس تكتب لي الطريقة ازاي هتعمل ازاي حماية، لان انت برضه لو عملت لي حماية للمستند من بره انا مش هعرف افتحه. فلو هتعمل لي حماية مثلا عادي مفيش مشكلة تعمل حماية للشيت بس، لكن الملف من بره اكتب لي حتى الطريقة، يعني انت ازاي هتعمل حماية من بره. زي ما قلنا ازاي نعمله، من انفو فايل، بعد كده انفو، واختار حاجة اسمها البروتكت ورك بوك، واختار انكريبت ويز باسورد. دي الطريقة اللي انا عايزها، تكتب لي الطرق دي. الأسئلة اللي محتاجة أكتبها عادي في الإكسل، يعني مفيش أي مشكلة. أنا ممكن أعمل مثلا شيت رقم 2 والشيت التاني أكتب فيه كل الأسئلة، حل الأسئلة اللي أنا عايزها. ممكن مثلا أحدد حاجة زي كده أهو، خلايا زي كده، وأروح أعمل لها ميرج وأكتب فيها اللي أنا عايزه وأكتب فيها اللي أنا عايزه. طيب الصوت واصل للناس؟ الصوت واضح للناس؟ طيب الناس اللي عندهم مشكلة في الصوت يا ريت يتأكدوا ان الميكروفون عندهم شغال. تمام. ده بالنسبة لبعض الأوامر اللي كانت في الوورد. ماشي. بالنسبة للأسئلة اللي هي محتاجة إن أنت تكتب الطريقة بتاعتها، أنا قلت لكم ضيفوا شيتين فارغين. حلو كده. في الشيتات الفارغة دي اكتب حل الأسئلة بس. لما هتيجي تعمل لي حماية للمستند، لما هتعمل لي حماية قصد للشيت، هتعمل للشيت الأولاني بس، متعملش حماية للشيتات التانية. تمام. وهيتم توضيح ده، يعني الحاجات اللي هي كانت المفروض تتوضح في الشيت الاولاني هتتوضح في الشيت التاني اللي هينزل النهارده ان شاء الله. قبل ما اكتب لكم الاسئله هوضح لكم بعض الحاجات اللي هي المفروض كانت تتوضح في الشيت الاولاني. تمام. ماشي، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة يا هندسة، مفيش مشكلة.
طالما عملتهم كلهم في شيت واحد، بس كان في مطلوب انا طالبه ان انت تعمل لي شيتين فاضيين، تمام؟ بس طالما حليت كله في شيت واحد ما عنديش اي مشكلة، تمام. طيب طيب عشان وقتنا بس هنكمل، نكمل شرح الاكسل، تمام. احنا كنا اخدنا قائمة فايل في الاكسل شرحناها كلها، واخدنا قائمة هوم شرحناها بالكامل، وبصينا شوية على باقي التبات، تمام. حلو خالص. قائمة هوم عندي حاجة اسمها الكونديشنال فورماتنج، اللي هي التنسيقات الشرطية، كنت شرحتها بس عشان تشتغل معايا لازم احدد، او احدد الجزء اللي عايز اعمله تنسيق شرطي. اهو حددت الجزء ده، واروح على التنسيقات الشرطية وادوس ان انا ارقام مثلا اهو، بس بيعمل لي زي بيعمل لي تسليط ضوء او تظليل على الحاجات اللي انا بعملها. الناس ترجع للمحاضرة اللي فاتت وتشوف على الكونديشنال فورماتنج، ممكن نشرحها تاني ان شاء الله باذن الله، بس نشرح الحاجات اللي احنا محتاجين نشرحها في محاضره اليوم. عندي في قائمه انسيرت في حاجه اسمها البايفوت تيبل. البايفوت اللي هو محور، تيبل اللي هو جدول، يبقى هو اسمه جدول محوري. جدول محوري لو دست عليه كده بيقول لي اول حاجه select a table or range، يعني اعمل تحديد للجدول او الرينج. ورحت انا حددت اهو الجدول بتاعي، تمام. طيب لو عايز انا عندي داتا بس في الخارج، اجيبها من ايه؟ من حاجه اسمها اليوز ان اكسترنال داتا سورس، واختار الشويس كونكشن، ده لو عايز اجيب حاجه من بره. طب لو عايز اعملها في نفس الشيت هختار حاجه اسمها نيو، قصدي في نفس الشيت اكزيستنج ورك شيت، لكن لو عايز اعملها في شيت جديد هختار حاجه اسمها نيو ورك شيت، وبعد كده اروح ادوس اوكي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو عمل لي فتح لي شيت جديد في البايفت تيبل اللي انا عايزه، اللي هو الجدول المحوري. ايه اهميه البايفت تيبل ده؟ بيعمل لي زي اختصار للبيانات. لو عندي قاعدة بيانات كبيرة وعايز اختصرها او عايز جزء معين منها عن طريق حاجة اسمها البايفوت تيبل، تمام. برضو في نفس الوقت بيتسهل عليا الحصول على البيانات. انا مثلا عندي قاعدة بيانات زي ما قلنا كبيرة، عايز مثلا منها بالظبط، عايز منها 10 اسماء بس، فبعمل فرز لل10 اسماء دول في حاجة اسمها البايفوت تيبل، تمام. ده شكل البايفت تيبل. لو جيت دوست بره كده قفل لي معايا القائمه بتاعت البايفت تيبل، جيت دوست تاني في الداخل فتح معايا القائمه. اول حاجه فوق عندي البايفت تيبل نيم، ده اسم البايفت تيبل، هتسميه شوف انت عايز تسميه ايه. يعني مثلا هسميه قاعده بيانات، قاعده بيانات. تمام. بايفت تيبل هو جدول محوري، جدول محوري، يبقى البايفت تيبل هو اسمه جدول محوري. تمام. يا اما احدد الجدول اللي عندي واروح ادوس على بايفت تيبل، هلاقيه هنا التيبل او الرينج اللي انا عامله جايبهولي في المدى. بيقول لي اول اختيار عندي بيقول لي choose the data that you want to analyze، يعني اختار الداتا اللي انت عايز تعمل لها تحليل. انا هعمل تحليل للبيانات عن طريق حاجه اسمها البايفوت تيبل، تمام. فهنا بحدد الجزء اللي عايز اعمل له بايفوت تيبل. طيب انا مش عندي على الاكسل، انا عايز اجيب داتا من بره، اختار حاجه اسمها use an external data source. اليوز ان اكسترنال داتا سورس،
يعني استخدم لي مصدر بيانات خارجي. حلو خالص، انا عايز select a table or range. طيب بيقول choice where you want to want the pivot table report to be placed. يعني اختار انت عايز تعمل البيفت تيبل فين بالظبط، التقرير بتاع البيفت تيبل عايز تعمله فين، هتعمله في نيو ورك شيت ولا اكزيستنج ورك شيت، يعني انت عايز تعمله في شيت جديد ولا في نفس الشيت اللي انت واقف عليه. اختار مثلا نيو ورك شيت في نفس الشيت واروح ادوس على في شيت جديد، ادوس على اوكي. اول ما ادوس على اوكي فراح انشا معايا البيفوت تيبل اللي هو الجدول المحوري في شيت جديد. تمام، دي كلها هنا الفيلد اللي هو الحقول بتاعه البيفوت تيبل. هنا جاب لي النيم والبوزيشن والديبارتمنت والكود والموبايل والبلود تايب والفوتو. ايه هي دي؟ دي اللي ده اللي هو الصف، اللي هو الصف الاولاني عندي اللي هو العناوين بتاعت كل صف موجودة عندي فوق، اللي هو ادي النيم والبوزيشن والديبارتمنت والكود والموبايل والبلود تايب والفوتو. دي القائمة اللي عندي، القوائم اللي عندي. هو عارف ازاي العناوين؟ طب ما هو انا عامل عناوين اهي اهي اهي، النيم والبوزيشن والديبارتمنت والكود والموبايل والبلود تايب والفوتو. اولا دي قائمه مندرج تحتها اسماء كتيره اهي، تحتها الاسماء. يعني انا عايز اقول لكم احنا بنتعامل مع برنامج تكنولوجي، يعني برنامج بيفهم، البرنامج ذكي عارف ان اللي انا عامله ده فوق في الاول بوزيشن اللي هو مثلا بوزيشن النيم الديبارتمنت، اول صف عندي، اول صف عندي اللي هي العناوين، عامله بتنسيق غير التنسيقات التانية. النيم انا عامل منه صف واحد بس نازل من تحته اسماء، هو عارف من تحت النيم ده في اسماء، تحت البوزيشن في اسماء، في اللي هو المكان نفسه، المكانة بتاعتك، تحت الديبارتمنت اللي هو القسم، الكود انا كاتب الاكواد عندي ارقام، الموبايل كاتب رقم التليفون، بلوت تايب كاتب تحته نوع زمرة الدم، والفوتو حاطط صورة لكل واحد فيهم. فأول صف عندي هو عارف إن أول صف عندي بشكل مختلف بلون مختلف، أنا عامل له تظليل مختلف عن الباقي. مش مكرر الصف ديا، مش مكرر الصف الأولاني اللي عندي، بس هو شايف إن تحت كل خلية أنا حاطط مجموعة من الأسماء. هو عارف إن في شخص اسمه خالد، أو عارف إن الأسماء بتاعت الناس يعني محمد، أحمد، محمود، علا، سمير، محمد، خالد، دي كلها اسماء ناس. معنى كده ان انا عامل حتى لما جيت وقلت الفورمات استيبل واخترت اي شكل للتيبل دوست اوكي، عمل لي ايه؟ عمل لي اللي هو الفلترة على اول صف عندي اهو، عمل لي الفلترة على اول صف عندي. تمام ماشي. هنا البايفت تيبل نيم، اسم البايفت تيبل مثلا اسميه قاعده بيانات، هلاحظ ايه ان هو اتغير هنا الاسم خلاه قاعده بيانات. تمام، تمام. فالاسم اللي كتبته هنا اتغير تحت قاعده بيانات، ده اسم البايفوت تيبل. هنا لو عايز ابحث عن حقل معين اكتبه هنا، اهو الحقل اللي انا بحثت عليه. طيب ازاي ادرج
ايه الحاجات دي؟ انا عندي كذا اختيار ممكن ادرج منه. اول حاجة ممكن اروح ادوس على المربع اللي هو جنب العنوان، اعلم عليه علامة صح، فادي تم ادراجه. اعلم مثلا على الموبايل علامة صح، تم ادراجه. هعلم على البلوت تايب علامة صح، تم ادراجه. بوزيشن وهكذا. لو علمت عليهم كلهم علامة صح فتم ادراجهم في الجدول المحوري. طيب دي طريقة. تمام. او ممكن امسك العنوان واسحبه، شوف عايز احطه فين، عايز احطه في الكولوم. انا كده سبته في العمود، امسك النيم اسحبه مثلا في الكولوم اهو. طيب اسحب الكود مثلا او الموبايل اخليه في الرو كصف. اسحب الكود اخليه كصف هكذا. فلتر مثلا لو اخترت ديبارتمنت حطيته في الفلتر. فادي فلتره ظهر معايا كل الاقسام اللي عندي. طيب الفاليو لو اخترت مثلا الموبايل خليته في الفاليو، تمام. طيب مثلا انا هلغي مثلا الكود والديبارتمنت، هلغي دول وخلينا في الغي الموبايل. امسك الموبايل اخليه في الفاليو هنا. لو دست هنا على السهم الموجود عندي ودست على حاجه اسمها الفاليو فيلد سيتنج، ممكن اختار الفاليو اللي هو الدوال اللي عندي. ادي عندي البرودكت، المين، الماكس، الافريج، الصم. لو اخترت الصم ودوست اوكي تمام، اوقف على الخليه نفسها واختار حاجه اسمها السمرايز فاليو باي، اختار صم او كاونت او افريج او ماكس. معناه ان هو بيعمل لي الداله دي بيطبقها لي على الخلايا كلها بتاعت الموبايل. مثلا اخليها في الرو اهو. الجراند توتال، التوتال ده انا قلت له اللي هو الماكس، فهو تحت عمل لي اكبر قيمة عندي. لو اخترت على الصم فكده عمل لي المجموع بتاع الارقام دي، وهكذا وهكذا. انا واقف هنا على الخلية بتاعت اللي هي الصم اوف موبايل، بيقول لي هنا اكتيف فيلد، مديني هنا اسم الحقل اللي انا واقف عليه. عايز اغير الاسم، ورحت كتبت مثلا موبايل لازم بعد ما بكتب الحاجة اللي انا عايزها لازم ادوس مسطرة، ادوس مسطرة وبعد كده ادوس انتر هلاقيه يتعامل معايا اهو. تمام. طيب لو دوست على حاجة هنا اسمها تشينج داتا سورس ودوست عليها فبيرجعني للجدول الاساسي بتاعي. لو انا عدلت في الجدول الاساسي وعايز اعمله على البايفت تيبل فبحدد الجدول تاني، حدده لي اهو، وادوس على يعني الاول مثلا اهو. برجع على الجدول الاساسي واغير كمثال هنا مثلا، ادي غيرت واغير هنا مثلا اهو. تمام. حلو خالص، انا كده غيرت. طيب عايز اللي انا غيرته يتغير معايا هنا من ريفرش او اختار تشينج داتا تايب. انا حددت الجدول بتاعي ورحت هدوس على اوكي. لو ركزنا في الارقام شويه هلاقي الارقام معايا اتغيرت. دوس على ريفرش هلاقي الارقام معايا بتتغير.
هنا بالنسبة للستايلات بتاعة البايفت تيبل اهو، دي كلها ستايلات مختلفة، دي برضو خاصة بالستايلات برضو. عادي كلها ناخدها بالتفصيل برضو معانا. تمام، حلو خالص. طيب انا واقف هنا مثلا على الشيت 1، رحت حددت دول، رحت على انسيرت، هرجع تاني للبيفت تيبل، انا لسه ما خلصتهاش، هرجع لها تاني. تمام، اختار حاجه اسمها البيفت شارت، برضو رسم بيان محوري، نفس اللي انا عملته في البيفت تيبل هو هعمله هنا تاني اهو، ونفس القوائم اللي ظاهره معايا. فتح معايا قائمه ثالثه اللي هي قائمه فورمات اللي احنا شرحناها بالتفصيل. تمام، دي كلها اشكال برضو اللي هو الديزاين فورمات انالايز، هي في البايفت تيبل. اللي هيفهم معايا البايفت تيبل هيفهم معايا البايفت شارت. طب انا عملت بايفت شارت اهو، رحت حددت على دول، فعمل لي اهو تحليل، هشيل ده، هشيل البروت تايب، هشيل النيم، فعمل لي تحليل على الجزء اللي انا حددته بس، بيعمل لي تحليل للجزء اللي انا بحدده بس. تمام، حلو خالص. اولا دول الاثنين دول يعني نبذه مختصره عن البايفت تيبل والبايفت شارت. تمام، هشرحهم ان شاء الله بالتفصيل الممل. بس الاول في بعض الحاجات حابين نشرحها عشان ندخل بعد كده في البايفت تيبل والبايفت شارت بالتفصيل. بس انا اعتبر يعني شرحت 70% منه، يعني هنا طالما فهمت الدنيا ماشيه ازاي فيه، هنا في الحقول بتاعته ازاي اعمل فلتره ليه، ايه الفرق ما بين مثلا الاكسس والفلتر والليجند والفاليوز، الفاليوز اللي هو القيم الفلتره لو عايز اعمل فلتره او فرز لبعض الاشياء، هنا الليجند اللي هي بحط فيها القيم، الاكسس اللي هو المحاور اللي عندي. الاختلاف عن بايفت تيبل عن بايفت شارت ان التيبل فيه اللي هو الرو اللي هو الصف والعمود، والفاليو زي ما احنا عارفين اللي هي القيم، والفلتر اللي هو الفرز للجزء اللي انا هختاره. طيب ماشي، طيب انا واقف على الشيت هنا رقم 1 ورحت حددت ده واخترت مثلا حاجه اسمها اللاين ودوست على اوكي، بيقول لي لوكيشن. تمام، انا بالنسبة لتثبيت أول صف هشرحها لكم، لسه هي جاية معايا بس هنشرحها إن شاء الله النهاردة. تمام، لما باجي أحدد ودست على حاجة اسمها لاين، بيقول لي الداتا رينج اللي هو المدى بتاع الداتا اللي أنت حددته. طيب اللوكيشن رينج أنت عايز اللي أنت عملته ده يطلع لك فين؟ هروح أحدد مثلا الجزء ده ودست أوكي، فبيقول لي إيه اللوكيشن ريفرنس إز نوت فاليو. ليه؟ لازم اشوف انا هنا عامل كام صف وكم عمود وعلى اساسه بحدد القيم. يعني مثلا عامل ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صف، حلو كده، وكم عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هختار مثلا من 16، احنا قلنا 11. تمام، اختار 11 تاني لحد مثلا 22، بيقول لي برضه اللوكيشن ريفرنس از نوت فاليود because the cells are not all in the same، يعني هي مش نفس الصفوف والأعمدة، لازم أعملها نفس الصفوف والأعمدة. أنا عامل كام صف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب مشكلة في اللاين هي إن أنا لازم أكون عارف كام صف عندي وكم عمود، حلو كده.
اخترت اللاين، انا اخترت من A1 لجي 11، من A1 لجي 11 في اللوكيشن رينج اللي هو المدى بتاع المكان، اختار من ال A13، من A13 احنا من A1 لجي 11 اللي هو عندي حوالي 1 2 3 11 صف، وكم عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 أعمدة، 7 أعمدة، 7 أعمدة، أدي عمود، أدي التاني، أدي التالت، أدي الرابع، الخامس، السادس، السابع. طب لو أنا خليتها من 14 15 16، برضو مش مظبوط، احاول على قد ما اقدر اظبطها. دي مشكله اللاين والكولوم، انا لازم اطلعها بنفس الحاجه اللي عندي اهو، تمام. دي المشكله في اللاين، يعني معنى اللاين ايه؟ معناه ان هو يطلع لي البيانات دي على شكل خطوط زي كده، بس مشكلتها انا لازم المدى بتاع الداتا اللي عندي يكون هو في اللوكيشن رينج، يعني نفس الصفوف ونفس الاعمده، تمام. الكولوم نفس الحكاية، هنحاول نجربها لحد ما نوصل ليها. فدي مشكلة، دي في ناس كتيرة مش بتستعملها بسبب كده. طيب الناس حاولت تجربها، ولو عملت معاها تقول لي عملت ولا لا، برضه عشان ما نضيعش وقت من وقت المحاضره. بس فكرتها انا لازم يكون عدد الاعمده والصفوف عندي متساويين. انا حددت ده وادوس على لاين، لازم الداتا رينج الصفوف والاعمده بتاعت الداتا رينج تكون هي في اللوكيشن رينج، يعني نفس عدد الصفوف ونفس عدد الاعمده، تمام. هو في 2010 فعلا هتلاقوا النسخة مختلفة شوية، تمام. طيب معلش انا هكتفي بكده دلوقتي علشان صلاة المغرب، ربع ساعة ونرجع نكمل تاني الشرح لحد الساعة 5. لحد الساعة كام؟ 6:05، يبقى ريست لحد الساعة 6:05 عشان الناس تلحق تصلي المغرب. بص هو انا مش هقول لك ما تشتغلش على 2010، انا مش هقول لك ما تشتغلش على 2010، بس هو يعني انا عايز اقول لك ان مثلا زي اوفيس 98 و2003 دول محدش بيجي يشتغل عليهم، 2007 نفس الحكايه. فانت كل ما السنين بتزيد معاك فالتطورات بتزيد معاك، فالحاجات القديمه بتتركن. 2010 على فكره الشغل بتاع الاوفيس، الناس اغلب الناس او 70% من الناس بتشتغل على 2010، بس هتلاقوا في اوامر حديثه مش موجوده في 2010، فبنضطر مثلا ننزل يا اما 2013 يا اما 16 يا اما 19، واحد من الثلاثه دول واشتغل عليهم. يبقى واحد من الثلاثه دول واشتغل عليهم.
نكمل الشرح بتاعنا. تمام، عندي في قائمة انسيرت برضو البيكتشر لو عايز اضيف صورة. هاي صورة، دي برضو نفس الأوامر اللي أنا شرحتها في الوورد كلها اهي. تمام، تمام، هراجع عليه بس آخر المحاضرة إن شاء الله. آخر محاضرة هراجع على كل اللي احنا أخدناه قبل ال طبعا ما خدناش حاجة، يعني هو كل اللي هو البايفت تيبل والبايفت شارت هم اللي اتشرحوا وهتشرحوا تاني إن شاء الله المحاضرة الجاية. تمام، ده لو عايز أضيف صورة أهي، دي كلها الفورمات. الناس ترجع لمحاضرة الوورد هلاقي وأنا شارح كل حاجة فيها. دي كلها تنسيقات مختلفة للصورة، ده الهايت والويتس اللي هو الارتفاع والعرض بتاع الصورة. هنا الكولر، دي كلها ألوان مختلفة. هنا برضو الإفكت، تأثيرات مختلفة على الصورة. تمام، كوركشن، تصحيحات. تمام، ده كله خاص بالصورة. طيب، برضو ادي الشيب، شكل اختار اي شكل انا عايزه، بدرج الاشكال عادي اهي. تمام، دي كلها اهي التنسيقات بتاعت الشكل. طيب، لو انا واقف على الشكل ده ودوست على لينك، انا حاليا واقف داخل الكرنت، عايز بمجرد ما ادوس على الشكل ده يوديني على شيت تاني، على شيت رقم مثلا 9، هدوس اوكي. شايف علامة الايد اللي ظهرت؟ هدوس على الشكل وداني على شيت 9. بعملها ازاي تاني؟ بعملها ازاي؟ اختار شيب، اختار ايا كان الشكل اللي عندي، اخترت شكل زي ده اهو، واروح ادوس على انسرت واختار حاجة اسمها لينك. اختار من اللينك تو، اختار حاجة اسمها البليس ان ذيس دوكمنت، مكان في المستند ده. واختار مثلا هو عايز يوديني لايه، لشيت 8، واروح ادوس اوكي. بمجرد ما ارجع تاني عليه واروح اضغط بس ضغط كليك شمال، هيوديني للشيت اللي انا عايزه. وقفت دوست على ده وودينا شيت رقم 9، وهكذا. تمام، حلو خالص. ده سمارت ارت اللي هو مخطط تفصيلي لو عايز اضيفه. الكلام ده شرحناه بالتفصيل في الوورد. تمام، ماشي. انا جيت ضفت صورة remove background هنا لو عايز ازيل الخلفية اهي. ناس تركز معايا، هشرحها تاني برضو. حلو، الحاجات اللي هي متعلم عليها باللون البنفسجي مش هتكون ظاهرة معايا. طيب، انا عايز لو دوست على مارك اريا، بيعمل لي ايه لو مارك اريا؟ لو عايز يعني انا خلاص انا اللي تحت ده مش هيظهر معايا، عايز اظهره، انا دوست على مارك اريا واروح اعلم عليه زي كده اهو، هيظهر معايا. طب انا عايز اشيلها، اشيل منطقة معينة، هختار مارك اريا تو ريموف. انا عايز اشيل الجزء ده اهو،
اقعد احدد اشوف الحاجه اللي انا عايز اشيلها. وهكذا يعني. طب لو اخترت على حاجه اسمها ديليت مارك بيشيل لي العلامات الموجوده عندي اهي، العلامات اللي في الصوره دي بيشيل لي العلامات دي. طب لو دوست على حاجه اسمها ديسكارد اول تشينج معناه ان هو كل الحاجات اللي انا عملتها رجعها لي زي ما كانت الاول، دوست عليها اهي فكده خلاها لي الصوره كأن لسه ما عملتش عليها اي حاجه. طب لو عايز احفظ خلاص عملت باك جراوند هدوس على حاجه اسمها الكي تشينج. ادي شكل الصوره بعد ما عدلت فيها، ممكن اعدل فيها زي ما انا عايز. تمام. حلو خالص. طيب كوركشن اللي هي التصحيحات دي كلها اشكال مختلفه للصوره، هي تصحيحات ليها. كلر برضو ستايلات مختلفه. التستك افكت برضو تاثيرات او ستايلات مختلفه للصوره، دي كلها ستايلات مختلفه للصوره اللي عندي. طيب الكومبريس بيكتشر لو عايز اضغط الصوره، الصوره عندي مساحتها كبيره عايز اضغطها، كده كده اصلا الصور مساحتها بتكون صغيره فمش هتفرق معايا. طيب انا واقف على الصوره دي ورحت غيرت التنسيقات بتاعتها ورحت على حاجه اسمها ريسيت بيكتشر. ريسيت بيشيل كل الشغل اللي انا كنت عامله على الصوره، كل الشغل اللي انا كنت عامله على الصوره. تمام. طيب لو دوست على تشينج بيكتشر فروم ا فايل اخترت اي صوره فبيشيل لي الصورة اللي أنا كنت حاططها وحط لي مكانها الصورة دي. يبقى أنا عايز أغير الصورة أهي، غيرها لي. هنا البيكتشر ستايلز دي كلها ستايلات مختلفة للصورة أهي. هنا البيكتشر بوردر اللي هي الحدود الخارجية بتاعت الصورة. أما البيكتشر افكت دي كلها تأثيرات مختلفة للصورة أهي، شادو ريفليكشن، شادو اللي هو تظليل، ريفليكشن اللي هو مرآة، جلو اللي هو توهج حوالين الصورة، سوفت ايدج اللي هي الحواف، بيفل شكل زي كده، 3D روتيشن اهي. طيب بيكتشر لي اوت بيحول لي الصورة لمخطط تفصيلي. طيب روتيت لو عايز اعمل تدوير للصورة اخترت مور روتيشن اوبشن. في حاجة اسمها روتيشن هنا دي زاوية التدوير، هكتب هنا الزاوية اللي انا عايزها. هنا الهايت الارتفاع وهنا الويتس اللي هو العرض اللي هم الموجودين عندي في الاخر. كروب اللي هو لو عايز اعمل قص للصوره، عايز اقص الصوره اهي قصل لي الصوره اللي عندي. طيب انا رحت مثلا من انسيرت بيكتشر وادرشت صوره، الصورة دي مثلا هخليها بالشكل ده من كروب وأبص الصورة زي ما أنا عايز بس. طيب حددت دي مثلا ورحت دوست كنترول وحددت الصورة التانية ودوست على جروب فخليهم الاتنين كأنهم في جروب واحد أهم. طيب اخترت أهم جروب خلالي كل واحدة لوحديها. اهي دي لوحديها ودي لوحديها. طيب لو دوست على برينج فورورد احضار للامام خلالي دي امام الصوره اللي ورا. طيب عايز اخليها في الخلف اختار حاجه اسمها السند باكورد، السند تو باك اهي خليها لي في الخلف. طيب لو دوست على حاجه اسمها سيلكشن بين ادي ظهر معايا الصور اللي عندي، عايز اخفيها ادي خفيتها، ادي خفيتها تاني، عايز اظهرها اروح اعلم على علامة العين دي، لو علمت عليها وجت للشرطة دي معناه ان هو خفى لي الصورة، اشيل الشرطة المتعلمة على العين فيظهر معايا الصورة. طيب لو اخترت شيب ايا كان الشكل اللي انا هختاره شكل زي ده اهو، دي كلها انسرت شيبس لو عايز ادرس شكل تاني جنبه. تمام. هنا ايديت شيب لو دوست كليك يمين على الشكل ودوست ايديت بوينت يبقى انا بشكل الشكل زي ما انا عايز اهو،
بشكل الشكل زي ما انا عايز، كليك يمين على الشكل وادوس حاجة اسمها edit point. طيب عايز اكتب نص، هكتب edit text، اكتب النص اللي انا عايزه ايا كان اسم النص. عايز اعمل اختار تكست بوكس مربع نص، اكتب بداخله اي حاجة انا عايزها، ده التكست بوكس. تمام. طيب دي كلها ستايلات اهي، كلها اشكال مختلفة. ناس تركز معايا لان ده يعتبر مراجعة على اللي احنا خدناه في الورد اهو. هنا الشيف فيل لون التعبئة، لو ما عجبنيش اللون اهو ممكن اختار اي لون تاني اهو. لو مش عايز تعبئة خالص اختار نو فيل، لو عايز الوان اكتر اختار مور فيل كولر، لو عايز ان انا ادري الصورة بس يحطها لي على نفس نظام الشكل ده. يعني مثلا انا رحت على انسرت وشيب واخترت الشكل ده وعايز ادرس الصورة فيه، اروح على شيف فيل واختار بيكتشر وادي ادرجت الصورة، فجاب لي الصورة في الشكل اللي انا عندي اهو، شايفين اهو جاب لي الصورة في الشكل اللي عندي. طيب انا واقف على الشكل دي، رحت على شيب اوت لاين اللي هو الحدود الخارجية بتاعت الشكل، مش ظهر، عايز اظهرها من الويت اللي هو الوزن او السمك اهو، شايف اللي بيحصل معايا. تمام. برضو نفس الافكتات او التأثيرات اللي كانت في كانت في الشكل اللي كانت في الصورة اللي عندي. هنا دي خاصة بالكلام، الكلام نفسه. لو في كلام كاتبه داخل المستند، ادي الكلام، دي اشكال الكلام اللي انا هكتبه. كتبت مثلا اسم زي ده خاص بأشكال الكلام اللي داخل الشكل. لو عايز لون طيب تاني اهو، بختار اللون اللي انا عايزه، اي لون تاني. اوتلاين الحدود الخارجية بتاعت الكلام، ودي اللي هو الافكتات بتاعت الكلمة اللي عندي. دي كلها تأثيرات مختلفة للكلمة، شايفين اللي بيحصل معايا اهو. برضه نفس الكلام هنا، البرينج فورورد والباكورد والسلكشن بين وهكذا. سمارت ارت هنا برضو اللون بتاع السمارت ارت، دي الستايلات اللي عندي اهي، دي كلها ستايلات مختلفة للسمارت ارت. هنا لو عايز اغير سمارت ارت اللي عندي اهو، اهو تمام. هنا لو عايز اغير الشكل زي ما قلنا في اللي اوت اهو. طيب انا رجعته زي ما كان هو الاول، اخترت الشكل ده او اخترت ده، اختار مثلا حاجة تكون مناسبة. حلو خالص. انا واقف على الشيب ده، عايز ادري الشيب من تحته واختار حاجة اسمها الاد شيب اهو، ضاف لي شكل، شايفين. فانا بيقول لي عايز تضيف شكل بعده ولا قبله ولا فوقه ولا من اسفل ولا ايه بالظبط، انا بختار عايز اضيف الشكل فين. ادت بلت، البلت احنا قلنا ايه التعداد النقطي. انا واقف على الشكل ده ورحت دوست على رايت تو ليفت، فالشكل ودهولي او حركهولي ناحيه اليمين كده، حركهولي ناحيه اليسار وهكذا. لو اخترت دي موت بيشيل لي ال دي مود، بيحذف لي الشكل اللي انا واقف عليه. لو دوست على الشكل ده، دوست على موف اب بيخليه لي من فوق، موف داون يقعد يحرك في الشكل، يعني يحركني ما بين الاشكال، موف داون موف اب وهكذا. طيب لو عايز احول، ممكن احرك زي ما انا عايز كل التنسيقات، الشغل اللي انا عملته عايز ارجعه زي ما كان من ريسيت جرافيك، ريسيت جرافيك اهو. طب لو دوست كونفرت تو شيب هيحوله لشكل، كله لشكل واحد اهو. طيب
ده بالنسبة للديزاين. الفورمات برضو نفس التنسيقات بتاعة الشيب. هنا لو واقف على الشكل ده واخترت حاجة اسمها لارجر يقعد يكبر لي فيه، سمولر بيصغر في الشكل. لو عايز اغير الشكل اهو غيرته، خليته مختلف عن الاشكال التانية. تمام، دي اللي هو الاضافات اللي احنا عايزينها. الفيزو، لما هناخد الفيزو هنعرف يعني ايه فيزو داتا. قلنا الفيزو خاص بالمخططات الكهربية وخاص أكتر برسم الأشكال. تمام، هنا دي كلها الشرطة. أنا لو عندي البيانات دي عايز أعمل لها تحليل وأختار هنا مش الشكل اللي أنا عايزه أهو، دي كلها بيعمل لي تحليل لل بيعمل لي تحليل للشكل بيانات اهي وهكذا وهكذا. تمام، هنا لو عايز اضيف equation اللي هي المعادلات، وهنا symbol اللي هي الرموز، وادوس على insert فكده اضاف لي الرمز اللي انا عايزه. تم اضافة الرمز اللي انا عايزه، اكبر فيه زي ما انا عايز اهو. احنا كنا بنشرحه ازاي اضيف صورة وازاي اضيف شكل وازاي اضيف سمارت ارت، يعني احنا مشرحناش حاجة جديدة. الحاجات دي انا كنت شارحهم بالتفصيل في الوورد، نفس ما انا عملت دراكتور ورحت شرحتهم تاني. تمام، ازاي اضيف صورة وازاي اضيف شكل وازاي اضيف مخطط تفصيلي. تمام، باشمهندس نور الدين كان رافع ايده كان حابب يسأل سؤال، اتفضل. تفضل يا هندسة. المايك ماله؟ يعني هو كان الصوت ما كانش واصل ولا ايه؟ طب دلوقتي اشتغل ولا ما اشتغلش؟ دي لسه هناخدهم، مش وقتهم دلوقتي بس هناخدهم، لان دول مختصين اكتر بالفيزو، مختصين اكتر بالفيزو، وبرنامج الفيزو لسه ما اتشرحش. انا عايز اقول لكم في اوامر كتيرة علشان اربطها مع برنامج تاني لازم افهم البرنامج بتاع فيزو بيتكلم عن ايه وازاي افهمه والكلام ده. تمام، دي الإضافات اللي عندي. أنا ممكن لو عايز أضيف حاجة داخل السيل بضيفها من هنا. لما بقف على أي مكان في التيبل اللي أنا عامله هتظهر معايا قائمة اسمها ديزاين، دي الستايلات بتاعتها ودي كلها ستايلات برضو. هنا اسم التيبل، هنا لو عندي حاجة متكررة عايز أشيلها، هنا مثلا اكسبورت لو عايز اعمل له تصدير وهكذا، اعمل له تصدير للباور بوينت الشير بوينت قصدي او الفيزو. الشير بوينت والفيزو اتنين قريبين من بعض. احنا قلنا هنشرح بعد ان شاء الله بعد الاكسل هنشرح الباور بي والبروجكت وان شاء الله باذن الله الفيزو والشير بوينت، عشان اغلب الحاجات دي مرتبطه ببعض. تمام، مرتبطين ببعض. اللي فاهم معايا برنامج الوورد هيفهم معايا كل اللي جاي ان شاء الله. هنعرف ازاي نصدر الوورد، هنعرف. حاضر، تمام. قائمة بيج لي اوت عندي السمزات اهي، لو اخترت اي سمز فيهم شايفين اخترت السمز دي ورحت على هوم هلاقي الالوان اتغيرت عندي شوية.
طب اخترت سمز تاني اهو، رحت على هوم هلاقي هنا الالوان بتتغير عندي، تمام وهكذا. خلي لي اللي هو الاوفيس العادي الطبيعي كلر، اللي هي دي كلها الوان عندي الخاصه بالسمزات. هنا الفونت اللي هي نوع الخطوط اللي عندي اهو. الافكت دي خاصه بالتاثيرات بتاعه الشيب الشكل الشكل، تمام تمام مارجنز اللي هي الهوامش، عندي هوامش جاهزه، ولو دوست على كاستم مارجنز بكتب هنا الهوامش اللي انا عايزها، الليفت والتوب والرايت والبوتوم، يعني الاعلى والاسفل واليسار واليمين. لو عايز اعمل ادي الهوامش بتاعه الهيدر والفوتر، بحدد من هنا الهوامش اللي انا عايزها. دي احنا قلنا استعملناها في ايه، الاورينتيشن اللي هو الاتجاه بتاع الصفحه، عايزه افقي ولا عايزه راسي، عايزه راسي ولا افقي، بحدده من هنا. وقلنا اللي هو هنا حجم البيبر اللي هو الورقه، وهنا الكواليتي بتاعت البرنت اللي هي الجودة بتاعت الطباعة. انا قلنا لو عايز اطبع الورق كله في صفحة واحدة او كل الشغل بتاعي في صفحة واحدة، هنا خاصة انا لو عايز اكتب هيدر، هنا لو عايز اكتب فوتر هدوس كاستم هيدر واكتب هنا الهيدر اللي انا عايز اكتبه، هنا الليفت سيكشن والسنتر سيكشن والرايت سيكشن. الهيدر في الاكسل منقسم لثلاث حاجات، ناحية اليسار في المنتصف ناحية اليمين بكتب اللي انا عايزه هنا، الفوتر نفس الحكاية، تمام زي ما قلنا الاورينتيشن هو اتجاه بتاع عرض الصفحة، ادي لاندسكيب اخترت بورتريت، السايز اللي هو حجم الورقة اللي عندي اهو، عايز احجام تاني اكتر من كده اختار مور بيبر سايز، هنا قلنا الجودة، وهنا بيديني أحجام كتيرة دي كلها أحجام هي مختلفة للصفحة، تمام. البرنت أريا دي خاصة بالطباعة، وهنقول مع بعض وقت خطوات الطباعة. والبريك لو عايز أعمل فاصل صفحات، هنا الباك جراوند لو عايز أعمل خلفية أهي، خلفية زي كده أهي أو. بس على الأقل الخلفية تكون يعني باهتة شوية، أو تكون خلفية سادة عشان ما تخفليش الكلام اللي أنا بكتبه. برنت تايتل برضو لو عايز أخلي عنوان في الطباعة، عايز أطبع مثلا في كل ورقة الصف ده يكون مطبوع معايا، أطبعه إزاي؟ هنعرف دلوقتي خطوات الطباعة، ونعمل خطوات من أول خطوة لحد آخر خطوة إزاي نطبع، تمام؟ نتعلم كل ده. تعمل ازاي جدول في الفوتر؟ معلش فهمني اكتر. ادي الانسيرت واخترت هيدر، انا عايز اضيف مثلا هنا هيدر، اكتب هنا هيدر، اكتب الكلام. انا احنا مش بنضيف جداول في الهيدر او الفوتر، انا بكتب الحاجة اللي عايز اخليها كهيدر وكفوتر ظاهرة معايا في كل الصفحات الموجودة عندي. حاضر انا هشرحها، هشرح ازاي اثبت الصفوف، تمام. طيب اللي حابب يسأل اتفضل يسأل. انا حابب يسأل اتفضل يسأل. تمام خلينا ماشيين مع بعض اهو. هيدر هنا لو عايز اضيف البيج نمبر في الهيدر ادوس على البيج نمبر واكتب اسم الصفحة. طيب لو عايز اضيف عدد الصفحات برضو بضيفه هنا،
طيب لو عايز مثلا اضيف الكرنت ديت التاريخ الحالي وادي الوقت الحالي، لو عايز لو هنا دوست على حاجه اسمها الفايل نيم اسم الفايل اللي عندي، والشيت نيم اسم الشيت، لو عايز اضيف صوره اهي، فده الحالات اللي هي متاحه ليا ان انا اضيفها في الهيدر. بيج نمبر، ارقام الصفحات، نمبر اوف بيج، ارقام كل الصفحات الموجوده عندي. هنا البيج نمبر بيضيف للصفحه اللي انا واقف عليها رقم كام الصفحه دي، هيكتبها لي هنا. اما النمبر اوف بيج بيكتب لي عدد الصفحات الكلي، الكرنت ديت التاريخ الحالي، والكرنت تايم الوقت الحالي، وهكذا في الباقي نفس الكلام. طيب لو جيت مثلا في الانسيرت هلاقي كل الاول مش شغال عندي، البيج لي اوت نفس الحكايه، لو حاولت افتح اي تاب من التابات دي هلاقي الاوامر كلها مش متفعله معايا. الحاجة الوحيدة متفعلة الديزاين، فالمتاح لي ان انا اعمله في الاكسل اللي هي الحاجات الموجودة عندي فوق. تمام تمام حلو خالص. طيب انا بكتب حاليا من اليسار لليمين، لو دوست على شيت رايت تو ليفت خليها لي من اليمين اليسار. طيب في مشكلة هتظهر عندي، انا لو بكتبه هنا دايما البوزيشن، تمام تمام خالص. كنت بقول ايه، لما ادوس على شيت رايت تو ليفت فودالي، اهو دوست تاني اللي هو ناحيه اليسار خليهولي من ناحيه اليمين، اهو ادي الاسم والبوزيشن والديبارتمنت. بس احنا قلنا انا الكلام ده بعمله امتى؟ قبل ما ابتدي شغل في الاكسل، قبل ما ابتدي شغل في الاكسل حد اذا اكتب قبل اليمين ولا من اليمين لليسار وهكذا. تمام تمام هنا الهيدنج، لو عايز اظهر الهيدنج اللي هو الصفوف اللي فوق عندي والاعمده، الاعمده والصفوف اهي، الارقام الموجوده عندي وال الرموز بتاعت الاعمده. يعني لو واقف هنا انا كده واقف في في اسم الخليه سي 16، سي اللي هو العمود وال16 اللي هو الصف. تمام لو عايز اخفي الجريد لاينز اللي هي الشبكه البيانيه اللي من ورا دي، اخفيها ازاي؟ اشيل عمود الصح من فيو وكده اتشالت معايا. عايز اظهرها في الطباعه معايا لما اجي اطبع اعلم علامه صح على البرنت. طيب لو شلت علامه صح من الفيو فشل لي عندي الصفوف والاعمده، عايز اظهرها معايا في الطباعه اعلم علامه صح على البرنت وهكذا. طيب دي خاصه بالارتفاعات بتاعت الاعمده اهو، لو اخترت 1 2 3 4 5 6 مثلا 7 هدوس كنترول بي فظهر معايا ده، بس هنعرف ازاي نحدد الجدول كله. تمام تمام طيب حلو خالص. دلوقتي انا اول حاجة بعملها دلوقتي احنا هنشتغل على اوامر الطباعة، انا عايز ابتدي اطبع. لما باجي اطبع من غير ما احدد اهو ودوس كنترول بي فظهر معايا النيم والبوزيشن، بس لا انا مش عايز كده، انا عايز اظهر كله معايا. بحدده اول حاجه، يبقى اول خطوه عندي بحدد الحاجه اللي انا عايز اطبعها، وبروح على حاجه اسمها برنت اريا. برنت اريا الخطوه الثانيه بروح على برنت اريا من تاب بيج لي اوت، هختار حاجه اسمها برنت اريا، واختار حاجه اسمها السيت برنت اريا.
لما اجي اروح برضو عشان اطبع برضو النيم والبوزيشن بس. طيب بحدده، هدوس على العلامة اللي هي علامة المربع الموجودة من تحت خالص، تمام. هروح على البيج، اعلم على الفيت تو، اخليها رقم واحد، معناها ان انا عايز اطبع كل اللي انا عامل له تحديد في صفحة واحدة، واروح ادوس اوكي وادوس كنترول بي، فكده خليهولي كله في صفحة واحدة. يبقى اول حاجة بحدد، بعد كده اروح على برنت اريا، اختار سيت برنت اريا، بعد كده بعلم على العلامة اللي هي مربع صغير من تحت، ومين بيج هختار حاجة اسمها الفيت تو، معناها امتلاء، معناها ان انا كل البيانات اللي حددتها عايزها تطبع معايا في صفحة واحدة. اكتب رقم واحد هنا برضو اللي هو السكيل تو فيت، دي خاصة بالطباعة. تمام، حلو خالص. طيب انا لما اجي اطبع، جيت مثلا كتبت لحد الاسم رقم 20، هيطبعه لي في صفحة رقم واحد. لما اجي يكمل الاسم اللي بعده رقم 21 في الصفحة التانية، هيكمله ازاي؟ هيكمل الاسم على طول ولا هيظهر معايا العنوان اللي من فوق او الصف الاولاني؟ مش هيظهر معايا الصف الاولاني، مش هيظهر معايا الصف، هيكمل لي عادي على الاسماء. يعني مثلا وقفت الصفحة الاولى عند الاسم رقم 20، فالاسم 21 هيكمله على طول مع بداية الصفحة اللي بعديها. انا عايز اعمل نفس الكلام، بس يبقى الصف الاولاني عندي ثابت، ده يظهر معايا في كل صفحة. يا اما اروح على علامة المربع اللي من تحت دي وادوس عليها واختار شيت، يا اما ادوس على برنت تايتل واروح على حاجة اسمها الرو تو ريبيت التوب، الصف اللي انا عايز اعمل له تكرار في الاعلى، واروح احدد الصف ده وادوس على اوكي. اول ما اروح عشان اطبع، لما يجي يدخل على الصفحة رقم 2، هيطبع لي برضه، هيكون الصف الاولاني ظاهر معايا اللي هو النيم والبوزيشن والديبارتمنت والكود والموبايل وهكذا. انا لما اجي انزل تحت، الاقي الصف الاولاني اختفى معايا. يعني انا مش عارف الكواليتي كنترول والبروجكت اوفيسر بتاعت ايه بالظبط. عايز اثبت الصف الاولاني، اثبته ازاي؟ حدد عليه واروح على قائمة فيو، اروح على قائمة فيو، تمام، واختار حاجه اسمها فريز بين تجميد، اختار حاجه اسمها فريز بين. انا عايز اعمل تجميد لايه بالظبط؟ للصف اللي هو موجود في الاعلى ولا اول عمود؟ هقول له عايز اعمل فريز توب برو. فشايفين طول ما انا نازل الصف الاولاني ثابت معايا. طيب لو اخترت ان فريز فكده شالهولي، رحت تاني على الفريز بين واخترت حاجه اسمها الفريز فريز تو كولوم، عايز اعمل تثبيت لاول عمود. تمام اهو، هلاقي اول عمود عندي موجود ثابت. فدي بالنسبه للتثبيت. ده بالنسبة لأوامر الطباعة اللي عايز اطبعها. طيب الناس تركز معايا في الكلام المهم اللي انا هقوله دلوقتي. طيب المتاح في الفريز بين اللي انا ثبته، يا اما اول صف، يا اما اول عمود، يا اما لو انا مثلا عايز اعمل تثبيت للجدول اللي عندي اهو، فانا كده ثبته مهما انزل هو موجود. تمام، ده المتاح معايا، انا ما جربتش اعمل تثبيت لاول صف واول عمود. تمام، بس برضو السؤال ده انا هكتبه عندي، ولو عرفت اوصل له هشرحه لكم ان شاء الله مع بداية المحاضرة الجاية. تمام.
تمام. انا رحت مثلا على ال انسرت واخترت اللي هو الفوتر. انا مش عايز هيدر، انا عايز فوتر اهو. انا واقف حاليا مثلا في الفوتر، رحت حددت ال تمام. بالنسبة للجدول اللي بعته أنا أشوفه لك تمام، وبإذن الله بإذن الله كده هبعت لك الطريقة إزاي تعملها على الواتساب. تمام. طيب إحنا عايزين نجرب مثلا زي ما بتقول الناس، نبتدي نجرب. لو وقفت مثلا على طيب انا مثلا عندي الصف الاولاني عندي اهو، وادي العمود الاولاني، الحاجه المرتبطه ما بينهم اللي هو النيم. وقفت على نيم مثلا ورحت دوسنا على الفريز بين، ايه اللي حصل؟ انا مجربتهاش قبل كده، فهحاول اجربها ان شاء الله واشرحها لكم المره الجايه. تمام. اللي هو التثبيت صف وعمود مع بعض. تمام. الخلية اهي اللي هي خلية B2. تمام. ورحت اخترت فريز بين اهو، نزلت تحت الصف الاولاني ثبت، ناحية اليمين ثبت لي اول عمود. تمام. يبقى انا عايز اثبت الصف الاولاني والعمود الاولاني فعلا، بقف مع بداية اللي هي الحاجة اللي هي بعد العمود الاولاني اللي هو الخلية رقم B2 اللي هي بعد العمود الاولاني، واكون واقف فيها. تمام. واختار حاجة اسمها الفريز بين،
فلو جيت حركت ناحية اليمين هلاقي أول عمود متثبت، نزلت لتحت هلاقي أول صف متثبت عندي. تمام، أشكركم يا باشمهندسين، أشكركم. تمام، يبقى الحل إيه تاني؟ تاني أنا عايز أثبت أول عمود وعايز أثبت أول صف. طيب أولا أنا مش بقلب على العناوين خالص، فأنا عايز أثبت الصف الأولاني، فأنا مش هقف في الصف الأولاني، عايز أثبت العمود الأولاني مش هقف فيه، أجي اللي هو بعد العمود الأولاني. تمام، بقف على اللي هي الميكانيكال مثلا انجينير، واختار حاجة اسمها الفريز بين. فلو جيت حركت ناحية اليمين الصف الأولاني ثابت، نزلت لتحت الصف الأول ثابت، لو حركت ناحية اليمين العمود الأولاني ثابت. طيب لو أنا عايز أثبت مثلا الحاجة اللي هي قبل الانجينيرنج اللي هي الميكانيكال انجينير، الصف بتاعها بتاع البوزيشن، وعايز اثبت العمود، انا واقف هنا عادي على الانجينيرنج واختار فريز بين، اهو شايفين، فهو كده مثبت لي كل اللي قبله. لو نزلت لتحت الصف كامل متثبت. طيب وقفت عند الرقم الكود، عايز اثبت كل اللي قبليه مثلا، اهو مهما اتحرك فهو مثبت اللي قبله. نزلت تحت مثبت لي اول صف، هذه اللي هو الفريز بين. انا اعتبر خلصت اللي هو السياد بتاعة الاكسل، اللي هو هيتشرح المحاضرة الجاية ان شاء الله. البيفوت تيبل والبيفوت شارت هتشرحه تاني، بجانب برضه هنكمل على المعادلات اللي هنشرحهم النهاردة. حلو خالص، هنشرح أساسيات أول حاجة المعادلة. أنا مش أي حاجة بكتبها وخلاص، خلينا مع بعض كده واحدة واحدة. معادلات في الإكسل، أول حاجة عندي شروط كتابة المعادلة. أول شرط لكتابة المعادلة، تمام، قبل ما بكتب أي معادلة لازم أعمل يساوي. يبقى قبل ما بكتب أي معادلة لازم علامة اليساوي. الحاجة التانية كتابة الصيغة الصحيحة للمعادلة، لازم أتأكد إن أنا كاتب المعادلة صح. بالظبط، ما انا هبتدي شرح المعادلات من النهارده. شروط كتابه المعادله، اول حاجه لازم اعمل يساوي. قبل اي معادله بكتبها في الاكسل لازم اعمل يساوي، ما ينفعش اكتب اي معادله من غير يساوي. طيب بعد كده كتابه الصيغه الصحيحه للمعادله، يعني انا مثلا داله اسمها الصم، اروح مثلا اكتب اس يو واروح افتح قوس، لا كده الداله غلط، لازم اتاكد ان انا كاتب الداله صح. الصم اللي هي اس يو ام، تمام.
دي اللي هي الصيغة الصحيحة للمعادلات. الحاجة الثالثة اللي عندي مراعاة المعادلة. كل معادلة ليها شروط، تمام؟ لازم أراعي الشروط بتاعتها. رقم 4، الأقواس. في المعادلة نفسها لازم أعمل الأقواس. بعد ما بكتب اسم المعادلة، بعد أي معادلة، الخطوات الثابتة اللي عندي عشان كتابة معادلة، أعمل يساوي اسم المعادلة أيا كان اسم المعادلة إيه، وبعد ما أخلص اسم المعادلة بفتح القوس من شيفت 9، بلاقيه من تحت هو عامل لي الشروط بتاعة المعادلة. يبقى دي الخطوات المبدئية أو الخطوات البدائية لأي معادلة، تمام؟ بعد كده ممنوع استخدام مسافات، بمعنى جيت انا مثلا معادلة، زي في معادلة اسمها الكاونت بلانك، دي معادلة واحدة مش معادلتين. لو جيت بعد الكاونت رحت دوست عملت مسافة زي كده، فكده المعادلة غلط، المعادلة حتى لو كانت مركبة فلازم اكتب كل الحروف ورا بعض. ادي كاونت بلانك، فانا مش بستعمل فواصل عندي في المعادلات. طيب ماشي، دي شروط كتابة المعادلة. طيب رقم 2 عندي الأخطاء بتاعة المعادلات. أخطاء المعادلات الأخطاء الشائعة التي تظهر في المعادلات. إيه الأخطاء اللي ممكن تظهر عندي في المعادلات؟ طيب انا لما باجي اكتب اي معادله فيها اخطاء بتظهر معايا، الاخطاء دي اللي بعرف من اساسها انا يعني المعادله الغلط في ايه بالظبط، في كتابه المعادله ولا في الصيغه بتاعه المعادله، ولا الخطا فين بالظبط. بعرفه ازاي؟ هنعرفه مع بعض دلوقتي. تمام، حلو خالص، بس ركز معايا. تمام، اول خطأ بيظهر معايا، في خطأ اسمه ال DIV على زيرو. ايه معنى الخطأ ده؟ معنى الخطأ ده معناه
إنه تم قسم المعادلة، أنت قسمت المعادلة على صفر، أول ما تقسم المعادلة أي معادلة على صفر، أدي تعال نجرب مثلا، أدي رقم زي دية 8 على صفر، ودوست إنتر، فظهر معايا إيه اللي حصل معايا؟ عملت يساوي مثلا 7 على صفر، فظهر معايا الـ DIV على زيرو. معنى كده أنت قسمت الرقم اللي عندك أو المعادلة اللي عندك قسمتها على كام؟ على صفر، فيظهر معايا الخطأ ده. تمام. طيب لو ظهر معايا خطأ تاني، تمام، الخطأ التاني اللي هيظهر معايا اللي هو النيم. ايه هو الخطأ اللي هو النيم؟ معنى كده معناه انه او معناه خطأ في كتابة المعادلة، خطأ في كتابة المعادلة. يعني مثلا زي ما قلنا، بدل ما تكتب صم، بدل ما بتكتب sum اللي هو ال SUM، بدل ما تكتب sum اهو ظهر معايا name. يعني بدل ما اكتب sum راح كتبت SU، دوست انتر فجال لي name، معناها اسم المعادلة اللي انا كتبته غلط، اسم المعادلة اللي انا كتبته غلط. تمام. الحاجة التالتة ال N على ايه؟ ايه معنى ال N على ايه؟ ال N على ايه؟ معناه ان القيمة غير موجودة، معناه ان القيمة غير موجودة. يعني القيمة اللي انا عملتها او الدالة اللي انا طبقتها عندي القيمة بتاعتها غير موجودة. الكلام ده هيظهر معايا كله لما يجي نشتغل على المعادلات. الخطأ الرابع اللي عندي، الخطأ الرابع اللي عندي اللي هو حاجة اسمها الـ value. ده خطأ بقى معناه ان هو خطأ في ادخال القيمة، خطأ في خطأ في إدخال القيمة. طيب الخطأ الخامس اللي بيظهر معايا، الخطأ الخامس اللي هو REF. إيه معنى الـ REF؟ معناه إن المعادلة تحتوي على مرجع خاطئ. هرجع واقول الكلام ده كله هيظهر معايا لما نيجي نشتغل على المعادلات. رقم 6 اللي هو النمبر ان يو ام، معناه ايه؟ رقم، معناه رقم تم ادخاله خطأ. طيب الخطأ السابع اللي هو ال NULL، معناه ايه بقى ال NULL؟ احنا قلنا لما نيجي نكتب المعادلة لو استعملت فواصل، لو استخدمت مسافات، هيظهر معايا ال NUL، معناه انه تم استخدام مسافات للدالة. دي الأخطاء الشائعة اللي بتظهر معايا. يبقى شرط كتابة المعادلة لازم اللي يساوي الأول
واكتب الصيغة الصحيحة للمعادلة وراعي شروط المعادلة والأقواس، وممنوع ان انا استخدم مسافات. طيب حلو خالص. طيب الاخطاء اللي هتظهر معايا، انا كتبت المعادلة مثلا وبعد ما كتبت المعادلة ظهرت معايا الاخطاء دي، اي خطأ من الاخطاء دي؟ اول خطأ اللي هو دي اي اف على دي اي في قصدي على زيرو، معناه ان انا قسمت المعادلة على كام؟ على صفر. اما اللي هو النيم معناه ان انا كتبت المعادلة او باسم خاطئ، يعني بدل ما اكتب سم كتبت اس يو، بدل ما اكتب افريج نسيت حرف في النص، فده خطأ في كتابة اسم المعادلة. طيب لو ظهر معايا ان على ايه، معناه ان القيمة اللي عندي غير موجودة. طب الفاليو معناها ان انا دخلت قيمة غلط. ال RAF معناها ان المعادلة اصلا بتحتوي على مرجع خاطئ، شروط المعادلة انا كتبتها والحاجات دي كلها برضو فيها مرجع خاطئ. ال NUM معناها ان انا في رقم دخلته غلط. طب ال NULL معناها ان انا عملت صف للدالة. فاول ما تظهر معايا الاخطاء دي اعرف ان الغلط فين بالظبط، اروح اعدل الخطأ بتاعي. حلو خالص تمام. عندي دوال هناك دوال تبحث عن أخطاء، يعني أنا في دوال عندي مثلا انا نسيت الخطا، انا مش عارف انا غلطان في ايه، ففي دوال عندي هتبحث لي عن الاخطاء دي. ايه هي الدوال دي؟ هنعرفها دلوقتي مع بعض، هنعرف الدوال دي مع بعض. طيب اول دالة عندي اسمها الاي اس ايرور، بأول دالة عندي اسمها الـ IS Error. بأول دالة اسمها ايه؟ الـ IS Error. الـ IS Error دي الدالة دي بتبحث عن أي نوع من الأخطاء، معنى كده إن أي خطأ عندي اللي هتبحث لي، أنا ظهرت عندي مثلا الأخطاء دي كلها، فالـ IS Error بتبحث لي عن كل الأخطاء الموجودة عندي ونعرف إزاي نستعملها. طيب الدالة التانية لو جيت قلت اسمها الـ IS ERR، دي تبحث عن أي نوع من الأخطاء، أي نوع من الأخطاء ما عدا خطأ واحد بس باستثناء الخطأ اللي هو اسمه إن على إيه. يبقى ده بيبحث لي عن كل الأخطاء ما عدا الخطأ اللي هو إن على إيه. طيب الدالة التالتة اسمها ISNA، دي بقى بتبحث عن الخلية التي تحتوي على خطأ إن عليه. يقبل اي اس ايرور بتبحث عن الاي ار، بتبحث عن كل الاخطاء ما عدا الان على الايه. طيب الاي اس ان ايه بتبحث عن الخليه اللي فيها خطا ان ايه بس. تمام حلو خالص. طيب الاي اس ار اي اف تبحث عن
الخلية التي تحتوي على خطأ REF. طب IS number IS number تبحث عن الخلية التي تحتوي على خطأ رقمي، على خطأ رقمي. طيب الـ IS text، الـ IS text بتبحث عن الخلية التي تحتوي على خطأ نصي، خطأ نصي. طيب بعد كده IS logical، IS logical دي تبحث عن الخلية التي تحتوي على الفولس والترو، تحتوي على ترو بعد كده الـ IS non text دي بتفحص الخطأ الغير نصي. طيب IS blank دي بتبحث عن ايه؟ تبحث عن الخلية الفارغة، الخلايا الفارغة، ونعرف استخدام كل واحد وازاي نستعملهم ان شاء الله. بس انا لازم قبل ما ابدأ لازم اكون عارف الكلام ده صح. بعد كده الـ IS odd دي بتبحث أو تفحص الخلية التي تحتوي على رقم الـ odd اللي هو رقم زوجي. الـ IS even تفحص الخلية التي تحتوي على رقم فردي. حلو خالص، حد هنا تمام. طيب لو الـ IS، الـ IS فورمولا دي تفحص الخلية الناتجة عن معادلات. تمام، يبقى دي شروط كتابة المعادلة اللي عندها ايه؟ دي شروط كتابة المعادلة. حلو خالص، لازم احط يساوي في الأول. تمام،
وبعد كده اكتب الصيغة الصحيحة للمعادلة، اراعي شروط المعادلة اللي انا عندي، والاقواس برضو لازم عندي تكون موجودة. ممنوع ان انا استخدم مسافات، ما ينفعش استخدم مسافات عندي. تمام، حاضر، هبعت لكم الورقة دي، هبعتها لكم على جروب الواتساب. الاخطاء الشائعة التي تظهر في المعادلات، لو ظهر عندي الخطأ دي هعرف منه ان انا قسمت المعادلة على صفر. طب لو ظهر معايا خطأ زي دي معناه ان انا كتبت اسم المعادلة غلط. طب لو ظهر معايا ال n على ايه، معناه ان القيمة غير موجودة value، ان انا دخلت قيمة غلط. ال ref معناه ان المعادلة تحتوي على مرجع خاطئ. اما ال num معناه ان في رقم دخلته غلط. ال nul ان انا معناه ان انا استعملت مسافات في الدالة. دي كلها دوال بتبحث عن الاخطاء. اول دالة عندي اسمها ال is error، بتبحث على اي نوع من الاخطاء. اما ال is err دي بتبحث عن اي نوع من الاخطاء ما عدا ال n على ايه. طيب ايه الدالة اللي بتبحث عن خطأ دي؟ اللي هو ال is n ايه. طيب ال ISREF بتبحث عن الخلية التي تحتوي على خطأ REF. طب ال IS number بتبحث عن الخلية التي تحتوي على خطأ رقم. طب ال IS text تبحث عن الخلية التي تحتوي على خطأ نص المرة دي. طب ال IS logical لو عندي خلية فيها true وfalse هي بتبحث عليها. طيب ال non text بتفحص كل الأخطاء ما عدا الخطأ الغير نصي. آسف، بتفحص الخطأ الغير نصي. أما لو عندي نصوص مش بتفحصه، بتفحص عند الأخطاء الغير نصية. طيب الـ IS blank بتبحث عن الخلايا الفارغة. الـ IS odd بتفحص الخلية التي تحتوي على رقم زوجي. الـ even تفحص الخلية تحتوي على رقم زوجي. الـ odd بتفحص الخلية التي تحتوي على رقم فردي، وهكذا. الفورمولا لو عندي خطأ في كتابة المعادلات فده دوال. هنعرف ازاي نستعمل كل دالة فيهم، هنعرف استعمال كل الدوال دي. تمام، انا مش مجرد ان انا اكتب الاسم الدالة وكده خلصت، لا. لما اجي اروح على الاكسل واعمل is error اهو، في شروط معينة للمعادلة لازم اكتبها، فهنعرف شروط كل واحدة فيهم. هنعرف شروط المعادلات دي كلها بالتفصيل. هنشرح برضو مع بعض اللي هو القوائم دي كلها، نشرحها مع بعض، كل الدوال دي ان شاء الله هنشرحها مع بعض. تمام؟ تمام. طيب ايه الدوال اللي هناخدها كبداية؟ هناخد هاخد اللي هو دالة الصم والأفريج واللارج والسمول. هاخد الماكس والمين والإف والصم إف والكاونت، كاونت إيه، كاونت بلانك، كاونت إف، والفي لوك أب. دول أول دوال أنا هبدأ بيهم، أول 15 دالة، واعتبر يعني الشغل كله على 15 دالة الأولانيين. طيب هناخد دوال تانية كتيرة اللي هي دوال الأخطاء اللي احنا كتبناها هنا. هنشرح دوال الأخطاء دي كلها بجانب ان انا برضو هنشرح مع بعض اللي هي الدوال بتاعه الفي لوك اب والاتش لوك اب والكلام ده. هنشرح مع بعض اللي هي الترو والاور والاند. هنشرح دوال الخاصه بالتكست اللي هي النصوص. هنشرح دوال اللي هو الديت اند تايم، التاريخ والوقت كلها، وهكذا. هنشرح برضو الباقي ان شاء الله. تمام تمام عشان ما اطولش على الناس اكتر من كده، انا اكتفي بكده النهارده ان شاء الله. وباذن الله هنبدا في شرح المحاضره الجايه، هنشرح مع بعض التيبل تشارت. هنشرح من انسيرت البايفوت تيبل والبايفوت شارت، وهنشرح ندخل على البدايه الاوليه في المعادلات. هاخد محاضرتين او ثلاثه او اربعه في المعادلات لوحديهم. تمام، فالناس تركز معايا ان شاء الله بدايه من المحاضرات الجايه. هبعت لكم الورقة دي حاضر على جروب الواتساب، هبعتها على جروب الواتساب. الورقة دي كلها إن شاء الله هبعتها لكم على جروب الواتساب.
وهتلاقوها موجودة، خلي البشمهندس ينزلها لكم على الجروب بتاع الفيس. تمام، دي كلها زي ما قلنا الدوال بتبحث عن الأخطاء، فالناس تركز، لأن لازم قبل ما أبدأ في شرح المعادلات لازم أكون فاهم الكلام ده كويس، لازم أكون فاهم الكلام ده كويس، ولازم أعرف إيه الأخطاء اللي عندي وإيه الأخطاء اللي ممكن تظهر معايا. دي بالنسبة لي الفورمولا، هبعت لكم إن شاء الله الحاجات دي بالكامل، هبعتها بالكامل إن شاء الله للناس. فإن شاء الله بإذن الله محاضرات الجاية في الإكسل تكون من أهم المحاضرات في الإكسل، هنشرح فيها كل المعادلات اللي عندي، إن شاء الله نوصل لفوق 100 معادلة.